هكذا مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم، انطلاقاتنا متجددة وانطلاقة شوط الوداع الذي تمت انطلاقته منذ لحظات وهو خاص بالبكار المهجنات الأصايل، الانطلاقة 17 لا تقل أهمية بأعدادها، هناك شعاراتها، بكل شيء جميل يسير في عاصمة الميادين. نعود للشوط، نعود للأداء، نعود للمقدمة من البداية. هناك نبدأ بالصدارة وهناك متواجدة كما نتابع، ما شاء الله الشامخة شامخة من البداية. هناك مملوكة لراشد بن سلطان بن غالب المنصوري راعية الميدان متواجدة من البداية، ولكن المركز الثاني من الجانب الآخر ومن الجانب الدوني، التدخل من قبل هناك لسعادة عيلان بن عبد الله البهيري، ولكن من الناحية الأخرى أيضا الدخول والتواجد من البداية. أيضا هناك الأداء جميل، هناك براقة لخادم بن عبد الله بن خادم القبيسي، ولكن وصلت مرة أخرى لتكون متواجدة. وصلت هنا صدى مشاهدي الاعزاء لسعادة عيلان بن عبد الله المهيري، ولكن هناك من عمق الميدان الوصول والقدوم مشاهدينا من قبل هناك مشهورة ومشهورة قادمة بقوة لمقبل بن عايد القرشي التي تنتقل إلى الصدارة القادمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة. نعود ونتابع، هناك المركز الرابع شعار بن مفتاح اللي وصل مع انطلاقة هناك جبارة، ولكن هناك الدخول من قبل جبارة وصلت لسالم بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري التي غيرت وانتقلت من الناحية الأخرى في الرابع. والمركز الخامس الوصول والقدوم مشاهدينا من قبل هناك زاهية لخليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، يا سلام بو حمدان أيضا متواجد مع هذا الشعار الجميل، ومن الناحية الأخرى براقة لخادم بن عبد الله بن خادم القبيسي، النقلة اللي قادمة مشاهدينا في هذا الأداء والجميل مشاهدينا في كل مكان. نتابع معكم ونتابع معكم الدخولات التي قادمة. هناك الذيبة لسهيل بن سعيد بن عبيد السبوسي، بينما هناك التدخل والقدوم من قبل هناك أوبرا لجابر بن صالح بن جابر العامري اللي انتقلت مشاهدينا في هذا الأداء والجميل. نعود للمركز التاسع، التاسع وصلتنا هنا الظبي لعلي بن سعيد بن سلمة المنصوري، والمركز العاشر هناك شعار بالحب مع المسك لسالم بن محمد بالحب العامري. هذه النتيجة، ولكن خلف المراكز العشرة كم ما شاء الله العدد، 51 خابط في هذا الشوط، وهذا ما يدل بكرة بالحب رقم 51. الله على الأداء الجميل، يعني هنا أشواطنا كلها قوية، أشواط بالوذبة ما شاء الله، اللي بيصل في الوذبة كلها أشواط قوية وكلها مهرجانات قوية، وما شاء الله يعني التمهيديات أيضا قوية للغاية، فالأعداد كثيرة والمقبلين على هذا الميدان، والتوفيق للجميع. المركز الأول هنا نعود ونتابع معكم، نتابع الشامخة لراشد بن سلطان بن غالب المنصوري، ولكن صدى وصلت بقوة لتكون متواجدة لسعادة عيلان بن عبد الله بن محمد المهيري. هذه أمامكم على المركز الثاني النقلة، وصلت هناك راعية السعودية التي وصلت اللي قادمة بقوة اللي هي مشهورة لمقبل بن عايض بن القرشي التي وصلت هذه لحظات، ولكن هناك شعار بالحب وصل بقوة ليكون حاضرا متواجدا مع المسك. يا سلام على داو الجميل سالم بن محمد بن حب العامري. والمركز الرابع وصول وقدوم آخر من قبل الظبي لعلي بن سعيد بن سلمة المنصوري، النقلة اللي قادمة مع انطلاقة مجاهدينا في هذا الأداء الجميل، جوارح لسعيد بن أحمد بن حمد المزروعي بن هميلة أيضا متواجد، النقلة من الجانب الدوني مع هناك الذيبة، والذيبة وصلت بقوة لتكون
تكون متواجده لسهيل بن سعيد بن عبيد السبوسي. يا سلام على الاداء الجميل، وصلت هناك اللي من عمق الميدان، التسلل الواضح مشاهدينا من هناك، ايضا الدخول والدخول من قبل حذره لعلي بن محمد بن سالمين المزروعي، ولكن هناك التي وصلت ايضا بقوه هملوله لسعيد بن راشد محمد منين الشامسي، الوصول قوي للغايه. ولكن نعود للشوط، نعود للاداء، وصلتنا الشاهينيه لمطر بن سالم بالعرض الحميري، وصولها ايضا قوي. الله ركز ابو منصور، نعود للمسك، نعود لشعار بالحب، نعود لشعار من هميله، شعار بالعيلان، والاداء جميل، ولكن المسك، المسك في الصداره تقدم اداء راقي. يا سلام يا بالحب، يا سلام يا عبد الله، هناك الاداء جميل لسالم بن محمد بالحب العامري، ادام في المركز الاول. وصلت صدى، وصلت صدى، واسمع صدى صوته في ضجه الناس. الله الطويلة 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 مشاهدي الاعزاء لسعاد عيلان بن عبد الله المهيري، بدأت تتجاوز، ولكن شعار بن سلمة من الجانب الدوني، علي بن سعيد بن سلمة ومن الناحية الأخرى. ركزوا ركزوا، الله شعار الحميري من الناحية الأخرى، الدخول والأداء. ركزوا 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 ركزوا، الله على الانتقالة الحذرة لعلي بن محمد بن سالمين المزروعي. الله يا بن سالمين، والمركز الثاني الشاهينية لمطر بن سالم بالعرطي، وهناك شعار ربيعي اللي فاجأنا، الهنوف لذيب بن علي بن سالم الربيعي المنصوري. الله فاجأتنا، ما كانت عندنا. الله يا الربيعي، الله 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 يا راعية الوزمة، الله الله يا ذيب، الله ذيب وذيب وذيب، هو بالفعل ذيب وذيب بن سالم بن علي بن سالم اليامي، مع الهنوف مع الأداء الجميل. مفاجأة الشوط المنصوري، نعم ذيب بن علي بن سالم المنصوري، تهانينا لك يا راعي الوذبه، تهانينا لذيب بن علي بن سالم الربيعي المنصوري المركز الثاني. وصلت ايضا بقوه مشاهدينا الحذره لعلي بن محمد بن سالمين المزروعي، والمركز الثالث، المركز الثالث كان اداء جميل الشاهينيه لمطر بن سالم بالعرض الحميري. والمركز الرابع، المركز الرابع زعفران العلي بن حميد الرزي الشامسي، والمركز الخامس هناك شواهين لمحمد بن عتيق بن شامس العامري. شاهدين في كل مكان اللقطة بالحركة البطيئة وسعاد وصول الهنوف اللي فاجأتنا بالشعار البرتغالي الجميل، شعار الربيعي. تهانينا لذيب بن علي بن سالم الربيعي المنصوري الذي قدم لنا الهنوف وسعاد الوصول مع مخرجنا الهواري. وطلعت 7:50 4 أجزاء من الثانية، هو التوقيت الذي صاحب وصول الهنوف. سلام للوثبة ولابن ياس كاف. المركز الثاني وصلت هناك ايضا ب7:59 من الثانيه، هي كما تابعناها لعلي بن محمد بن سالمين المنصوري اللي هي الحذره. اما المركز الثالث 7:51 4 أجزاء من الثانيه، كذلك الشاهينيه لمطر بن سالم بالعرطي الحميري، اداء جميل وتهانينا والناموس لجميع الفائزين.